الجنسي والذوي. ننهي إليكم المعلومات الآتية في إطار النقطة العالمية اليوم. في البداية نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المساواة مواساة لعائلات شهدائنا الأبرار الذين طالتهم يد الغدر وهم يؤدون واجبهم المقدس. العميد بالأمن الوطني ماهر العربي، الوكيل الأول بالحرس الوطني خير الدين اللافي، ناظر الأمن أول محمد عبد المجيد عتيق، سائلين الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جنانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. كما نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات المدنيين من المواطنين أبيان حداد وبنيامين حداد اللذين راح ضحية هذا العمل الإجرامي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى إثر هذه الاعتداءات الجبانة، وقد تم الإحاطة بهم الكاملة منذ انتهاء العملية. ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أحيي قواتنا المسلحة الأمنية وقواتنا المسلحة العسكرية والحماية المدنية على ما أبدوه من استبسال في مواجهة هذا الاعتداء الإجرامي الغاضب، وما قاموا به قبل الاعتداء وأثناء الاعتداء وإثره. وإنني معتز شديد الاعتزاز بأبطال تونس الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع بشكل تام قد يكون غير مسبوق حتى في العالم كله، إذ في أقل من 112 ثانية تمكن أبطالنا من السيطرة على الموقف كاملا، وتم قتل المعتدي الذي كان في نيته التوجه إلى معبد الغريبة وإلى دار ضيافة. فتحية متجددة لهؤلاء الأبطال في مختلف الأسلاك على ما قدموه من تضحيات لتبقى تونس آمنة، وستبقى آمنة بالرغم من هذه المحاولات اليائسة التي لا يترددون في اللجوء إليها. هذا وقد تم فتح تحقيق عدلي كما يقتضي ذلك القانون. وأؤكد لكم العودة المباشرة والسريعة لكل مظاهر الاحتفال والحياة العادية بالمعبد وأحوازه وبكامل جزيرة جربة أرض التسامح والتآخي، وهو خير دليل على أن الذي دبر وخطط لم ينجح في تخطيطه ولا في تنفيذه، وستبقى تونس عصية بقواتها المسلحة وبشعبها. هذا ونسجل بكل ارتياح تماسك مختلف أجهزة الدولة وتكاتفها، خاصة ما لمسناه من دعم وإسناد متواصل للمؤسسة الأمنية من قبل المؤسسة العسكرية في جميع المراحل وعلى جميع الأصعدة. كما لا يفوتني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل الدول الشقيقة والصديقة التي لم تتردد في إعلام تضامنها مع الشعب التونسي في مواجهة هذه العمليات الإجرامية. وإذ تشدد وزارة الداخلية بكل أجهزتها وإطاراتها وأعوانها على أنها لن تدخر أي جهد لضمان استقرار البلاد والمحافظة على أمن المجتمع والمواطنين، على وحدة الدولة والتصدي لمختلف المخططات الإجرامية مهما كان نوعها ومصدرها، وإني أدعو كل الأمنيين لمزيد التأهب والاستعداد من أجل إحباط أي محاولة للمس بأمن البلاد والمجتمع وبأمن كل من وفد على تونس من الأجانب والضيوف، سواء للعمل أو السياحة أو لإقامة شعائر دينية كما هو الشأن بالنسبة إلى معبد الغريبة.
وليسجل التاريخ هذا العمل البطولي لقواتنا الأمنية. عاشت تونس حرة أبية أبد الدهر، ولا عاش فيها من خانها. نحب نوصف لكم توصيف دقيق لمجرى العملية بكل بساطة، وماذا بي تتبعوا معايا الخطوة خطوة بخطوة، وهذا سيكون كافي بإذن الله من أجل شرح العملية وكأنها مصورة أمامكم. قام المعتدي بتصفية زميله بسابقية إضمار وترصد، حيث عمد إلى قتله بمسدس فردي ووجه الرصاص خلف أذنه. سقط الشهيد الأول عريف أول خير الدين لافي أعزب 31 سنة، تابع لمركز الحرس البحري بأغير جربة، أصيل منطقة الحلشة من ولاية صفاقس، ثم توجه المعتدي على متن كوارد سيارة نارية تتبع لمركز الحرس البحري ليتمركز في حديقة تتبع للمدرسة لمدرسة مدرسة الرياض الجديدة في منطقة السواني في جربة. المدرسة تبعد مسافة 200 متر تقريبا عن معناها المعبد الغريبة والوكالة، لأن الوكالة هي مقابلة مباشرة المعبد أي دار ضيافة. لقد ظهر المعتدي للعيان بخروجه من الباب من باب المدرسة بشكل قوس، التي اختبأ خلف أسوارها وترصد تحرك سيارة شرطة مرور التي كانت رابضة أمام المدرسة ليتوسط الشارع باتجاه الغريبة ودار ضيافة، وبدأ بإطلاق النار بصفة عشوائية. بدأ المعتدي بإطلاق النار بصفة عشوائية على المارة وأعوان الأمن، وأطلق النار على الضحية الأولى على الساعة 8:13:013، واتجه صوب أعوان الأمن لإيقاع أوسع ما يمكن من الضحايا، فتمت محاصرته والقضاء عليه. تمت العملية في 112 ثانية أي دقيقة و52 ثانية. الضحايا بطبيعة الحال المعتدي اسمه وسام الخزري، بطبيعة الحال يبقى ديما معناها تحت أمر الأبحاث. يبقى الإصابات والوفيات في صفوف الأمنيين والمدنيين. معناها نحب نعطيكم على الأقل بسطة واضحة ودقيقة. بالنسبة للأمنيين، الإصابات 3 إصابات. الإصابة الأولى ناظر مساعد عاطف النصراوي تابع لفوج حفظ النظام الجهوي بالقصرين، قاتل العيون القصرين، يحمل إصابة في مستوى الساق، تم إجراء عملية جراحية وحالته مستقرة. العميد محمد الهادي الرياحي تابع لإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامة لوحدات التدخل، قاتل برج الطويل أريانا، يحمل إصابة بالفخذ، أجريت عليه عملية جراحية وحالته مستقرة. ناظر أمن مساعد يوسف دبش تابع لفوج حفظ النظام الجهوي بجربة، قاتل تجان جابس، يحمل إصابة بالبطن وتم إجراء عملية جراحية وتم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس. في الأمنيين أيضا 3 وفيات،
الأولى العريف أول خير الدين اللف اللي هو الحارس اللي كان موجود في مركز حرس أغير بجرب، عمره 31 سنة، أعزب تابع لمركز الحرس البحري بأغير وهو أصيل الحنشة بصفاقس. المقدم ماهر نور الدين العربي تابع الشرطة المرور بمنزل بورقيبة ولديه 3 أبناء، وقاتل بنهج طاهر الحداد منزل بورقيبة. توجه إلى تأبينه السيد أمر الحرس الوطني تمت ناظر مساعد محمد عبد المجيد عتيق أعزب تابع لإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامة لوحدة التدخل قاتم حي ابن خلدون بالعاصمة. والمقدم ماهر نور الدين العربي تابع لشرطة المرور بمنزل بوكيبا الكرتوك مثلا هكا سيتروات. بالنسبة للمدنيين الإصابات 2 إصابات، 2 إصابات، سيسلين فاندي إصابة على مستوى جنبه، إجراء عملية جراحية بمصحة الشفاء. هندة سحنون 35 سنة نزيف بالرأس وحالتها متوسطة. بالنسبة للوفيات سي أبيان حداد 30 سنة تونسي يهودي وإقامته بجربة، ولكن طالب أهله بنقل جثمانه إلى فرنسا. بن يمين حداد 42 سنة فرنسي يهودي. هذا ما لدينا، نشكركم. سيد الوزير نتفق أنها عملية أمنية ناجحة جدا، لكن في نفس الوقت تثبت فشل استعلاماتي بداخل وزارة الداخلية. هي نقطة إعلامية من لو كنا كمان هذا غير ممكن. لا 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 ثم شوف ثم أبحاث وانطبقت الأبحاث على هذا، أنا ما هوش من حقي باش نجاوب في أي مسألة قد تمس بما يتعلق بالعملية. أنا متأسف.